بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنار الوجود. ما سمعنا الصلاة على الحبيب، صلوا على الحبيب. الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية. صلوا عليه. صل يا حبيب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. قمر الله. الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية سيدنا محمد. قمر الهداية وكوكب العناية ربانية. قمر الهداية وكوكب العناية وكوكب العناية الربانية. مصباح مصباح الرحمة المرسلة وشمس دين الإسلام. صلوا عليه. على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. قمر الهداية وكوكب العناية الربانية. مصباح الرحمة المرسلة وشمس دين الإسلام. الله. من تولاه مولاه بالحفظ والحماية والرعاية السربدية. وأعلى مقامه فوق كل مقام صلوا عليه. صلي عليه. وفضله يا قلبي الحب ورايا يا قلبي
والرعاية السرمدية وأعلى مقامه فوق كل مقام وفضله على جميع المرسلين ذوي المراتب العليا فكان محمد صلى الله عليه وسلم للأولين مبدأ وللآخرين ختام. وشرف أمته صلوا عليه على جميع الأمم السابقة القبرية فنالت بالنبي والله نالت درجة القرب والسعادة والاحترام وأنزل في تشريفها آية قرآنية قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فما أعظم وجل هذا الكلام نحمده تعالى الحمد لله أن جعلنا وإياكم من هذه الأمة المحمدية الفائزة بالوصول إلى دار السلام ونشكره على هذه العطية ونسأله تعالى العفو والعافية لنا ولكم ولجميع المسلمين وحسن الختام.